السلام عليكم يا جوار، نتمنى تكونوا بخير، تكون تفرجوا في هذا الفيديو بحيث يجيكم اخبار ساره بزاف على اللاعب ديالنا يوسف النصيري. بحيث كشف الموقع ديال ترانسفير ماركت، هذا الموقع اللي متخصص في تحديد اسعار اللاعبين العالميين والسوق العالميه ديال اللاعبين الاسعار ديالهم، بحيث ان الدولي المغربي اللاعب ديالنا اللي مفتخرين به اللاعب 23 عام يوسف النصيري والجوليا دودا اسبيليا ارتفعت القيمه السوقيه ديالو. بحيث قال الموقع الالماني، بحيث نشر الموقع الالماني القيمه السوقيه للاعب بعد التحديث الاخير البارح الجمعه فورصة اللاعبين العالميين، حيث وصلت قيمة يوسف النصيري والسوق العالمية في السوق العالمية من 15 مليار إلى 30 مليار، يعني من 15 مليون أورو إلى 30 مليون أورو، بعد ما كما عارفين كانت السابق فقط 15 مليون أورو هو اللاعب بونو، لكن الآن ارتفع بالضعف ديال القيمة الأولى، يعني بعد التحديث الأخير أصبح الدولي المغربي يوسف النصيري ثالث أغلى لاعب مغربي في وسط اللاعبين بعد كل من اللاعب أشرف حكيمي نجم أنتر ميلان وحكيم زياش لاعب تشيلسي ب 40 مليار، يعني يوسف النصيري هو الثالث حاليا من اغلى اللاعبين المغاربه في العالم حاليا. اش بان لكم الخوت واش يسال القيمه دي؟ بالنسبه لي يسال اكثر، بحيث انه قدم مسوج كبيره، مسجل 15 هدف مع سيفيا في دوري اسبانيا، وايضا مسجل 6 اهداف شامبيونز ليغ للاسف تخسروا منا، يعني قدم مستوى جميل في الدوريات الاوروبيه وبخصوص الدوري الاسباني. كنتمنى لكم كل خير اللاعب ديالنا واللي ما دار ارتفع اكثر واكثر. هادشي اللي كاين، نتمنى يعجبكم بلان كما العاده. كان معكم مروان وتهلاو لي فراسكم.